هي المدارس هترجع مره كده. هل المدارس تم تجهيزها كده في فيما سبق ولا لسه؟ نتكلم عن المدارس دي بقى، هي في مصلحه خاص في الحدوته كلها، بس ماشيه وان شاء الله تبدا الدراسه فيها مع العام الدراسي سبتمبر 18. باقي التفاصيل هنقولها ان شاء الله قريب قوي. بالنسبه لمعالي الوزير، حضرتك صرحت قبل كده في اللقاء ان الوزاره بتصرف مليار و300 مليون فعلا. طيب المصاريف دي كلها جايه وتتصرف بس على الثانويه العامه ولا تاهيل والامتحانات، يعني كنظام امتحانات الجامعه ولا بس موضوع الغش الثانويه العامه؟ باداره امتحان الثانويه العامه، لكن مش بس عشان الغش ومنع الغش والفريق الالكترونيه. ادارتنا فيها حوالي 2000 لجنه، وفي ناس بتشتغل فيهم، في 130,000 موظف في الدوله بيشتغل فيهم. تمام. بيتقاضى منتفعات وانتقالات وايام بيبدلوها، وده غير التصريح والوضع للورق والطباعه في التامين، فكل ده هو اللي جوه المليار. هل في استعدادات السنه دي جديده زياده عن كل سنه لمنع الغش، ولا هو النظام القديم؟ يعني اكتفينا بنظام البوكلت مثلا، ولا هيبقى في حاجات زياده عشان ما نعرفش؟ لا بالنسبه للطلبه مفيش حاجه، انما بالنسبه يعني نتحرك ازاي، بنطلع ازاي، بننقل ازاي، في اسرع عسكري. تمام. لكن في اضافه يعني في حاجات جديده هتحصل؟ يعني دايما في تطوير، وليه الهدف هو ان احنا مش عاوزين اولياء الامور يقلقوا. انا هاخد بالي ان حصل قشه ده بيضايقهم جدا. القشه بعدها بنسبه قد ايه تقريبا؟ ان شاء الله يبقى السنه عندي بخير باذن الله. القشه قلل بنسبه قد ايه تقريبا بعد نظام الدكتور؟ مجموعه عناصر قللت قوي منه، بس لا قل بنسبه كبيره، مش اقل من 80% مثلا، في بعض الاحوال النادره. بس هو اساسا مش مساله طلع متاخر، الفكره ان لازم في قناعه عند الناس ان احنا جايين نتعلم، مش جايين ناخد نمره. فيبقى نديله نمره تبقى تعب ومجهود، فلو اقتنعنا بكده مش هنتعب التعب ده كله عشان نغش. اخر سؤال معالي الوزير، في خطه للوزاره بحيث ان هي تتكلم مثلا او تاخد خطوه للمدارس اللي موجوده في القرى والمناطق الفقيره، ولا ما فيش اي خطوه؟ المدارس الصيانه يعني من ناحيه كل حاجه، يعني الصيانه، ما في رقابه على المعلمين؟ مشاكل التعليم خصصنا مشاكل كتير، احنا عارفينها والله، قصدنا في البنيه الاساسيه في حاجات التعليم، في حاجات المباني، في الصيانه، في الادارات التعليميه، في حاجات كتير مشاكل عند المعلمين هم بيعانوا منها. احنا بنحاول نركز كل ده، بس فيها اولويات، في فقه الاولويات احنا عاوزين نرجع التعلم ومنظومه التعليم. اي حاجه بنعملها والولاد ما بتتعلمش تضيع وقت. احنا مش شايفين ان الفرص في الحيطه والشباك هو اول حاجه، شايفين ان اللي بيقوله المعلم في الفصل نسال عليه الولد او البنت هو ده اهم حاجه، باقي كله ادوات، سواء كانت تكنولوجيا او خرسانه او حاجات. كل الموضوع في البني ادمين، احنا بندرب الناس ونصرف فلوس على الناس، طلبه ومعلمين ومديرين ونظام، الباقي كله مطلوب. بس نبتدي الاول لو عندي مدرس كويس بقى. طيب شكرا جدا لحضرتك.